كل يوم يشعر نفس الشيء، نفس الإجارة، نفس وجوهة، لكن ذلك اليوم كان مختلفاً. لم تستطع التوقف عن الصغر والتوبيخ، ثم قطعتها وقلت إن ذلك غير عادل. ذهبت لمقابلة أصدقائي معتقدين أنه يمكنهم ابتحاجي. تحدثنا كثيرا، ولكن بصراحة في معظم الأوقات كان نهدي في تليفوننا. كانت هناك مواد أثار إثارة للتحدث عنها من وسائل التواصل الاجتماعي، وتحدثنا عن الأشخاص الذي اعتقدوا أنه لا يوجد أشخاص مناسبون غيرهم. لم نتمكن في تخاطي جزئي الذي تشاجر فيه الناس مع بعضهم بعض حول والدتهم في العالم. يفتكر على موهبة، يفتكر على الجمال، أصبح موضوعا آخر في المناقشة دون أن ندري أننا فعلنا. لم أستطع التوقف عن الضحك والتحدث عن الغربة في وسائل التواصل الاجتماعي، ليس حتى تسكت تليفوني على أرض. ثم حدث هذا. اعتقدت أنه كان مجرد حلم، لكنه استمر في الدوران وتدور وترسلني إلى اليوم. وأسوأ مارت سيارة أنبلتي بالماء. لقد وصفني الغربة بأنني قبيح وبائي، حتى أصدقائي كانوا يضحكون علي أيضا. ما الذي يحدث بالضبط الآن؟ لقد كنت تائها، كنت مدبئا. سمعت صوت تقليب الصفحة، رأيت كتابا على المنضدة. قرأت للتو صفحة واحدة، وبدا النبي سعيدا وابتسما. عندما سعيد أبو بكر نفسي وسكت عن الردي على من يحينه. للمرة الثالثة تكلم سيدنا أبو بكر فجأة. في ذلك الوقت قام رسول الله ورادر. شرح له رسول الله: عندما تصبر وتلتزم كان معك ملائكة يستجيبون نيابة عنك، ولكن لما رود جاء شيطان. القصة تصدمني، يستحق كل فرد أن يتم تحدث إليه ومعاملته بالإحترام والآتف. كلنا مجرى قصار، على الرغم من أننا لا تستطيع ذلك في بعض الأحيان. يمكننا أن نحاول مرارا وتكرارا أن نكون طيبين من خلال صمتي، لأن هذا ما فعله رسول الله.